المتابعة. ظفره عبر تويتر، وادي محاوله من اليمين ماخيتي ديوب يلعب العرضيه يوسف الجديوي، يا ولد يا هدف، اهلا بالجديوي في الظفره. عين اللي واقف خميس بيستجمع التركيز، خميس يا ولد يا خميس باليمين. المباراه بيقول العب اتقطعت، ضغط موجود من عبد الله موسى لكن ياخدها يوسف الجداوي، بيروح الجداوي اثنين على اثنين اثنين على اثنين، راح الجداوي راح الجداوي الثاني 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 يا جداوي. ادي الكره عند جوسيلي يلعب عند بيتروبيا على طول، جوناثان يلعب العرض جوناثان بوتينيتش بوتينيتش، الجزيره عنده بوتينيتش، والخطا اللي موجود على ماكيتي ديوب الظفرة، لكن نبص المحاولة علي مبخوت يهيئها بوتشينيتش هدف، وادي الرأسية وادي اصطدم ومن نفس المكان، وادي المرة دي ماكيتي ويسجل يسجل الثالث.